الدانس نقيم ديال الجنوب زيسوس اك عبد اللطيف اي تحسن نازل شويه الامبيونس ديال الجمهور شوف جوب بن سعلي ما ترتينيت سي سعيد تقاضي قصوطاس سي جواز ولد مقران ثنواض الخشبه ثنواض البوديوم اما العقبه غدا باش غادي يخضع رجع عبد اللطيف عيط الحسن اللي ياخذ ورده يقسح شويه ام شغلني في الاستخضاض يجن الاب ياخذ الام جان اثنين طاو النص فيقسح الحال لانه اثنين يزن الى جان ديش تجي دخل البلاطو عيط الحسن من بين الملاحظات يزريخنش ذي الشوى النش هو انه ولد جيد ذاش جيد ملك الخشبه الخشبه النش وراد الجمهور تفط اكيدش يتفاعل اكيدش والفنان ايك جان سوغسين نهاية طاوض انه اذياف اذياف ايك الجمهور وكيس تفاعلا يعني ناجح ثاني حاجه هو انه لي الشوى النش دائما تبدارن دائما ذي الجديد وذي نو التكرار فمنايا تقاضي شخاص سوطاس ونسيتي انه البلاطو يا واني تنشي نتقاسم يداني تا كيدوم رذ يمنا هي انت مانين غير فرن دي ذي 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 المواهب اللي نقدر نستعجب صحيت الطاس صحيت الطاس عبد اللطيف ايت الحسن زي ايوز 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 عبد اللطيف ايت الحسن ينشاو ايان يمنا انت مانين انت بدو التنازيخ فرح طاس عبد اللطيف برافو برافو عبد اللطيف ايت الحسن يا سبيكتاكلي شوان يا سبيكتاكلي حلان يا غودان